ايس كول كثر ما هي حلوه نزلوا معاها ايس كول 2 بتحطونهم مع بعض ويصير عندكم لعبه وايد كبيره. بس الحين نزلوا ايس كول ويزرد صقروا حجمها وحطوا فيها حركات جديده. كل واحد ينقل البنجوين ماله وياخذ الاي دي كارت مالته. من قدام عندنا ولد لما تقلبونه يصير بنت. راح نسحب اول ثلاث كروت من هنا وحسب الاشكال اللي تطلع نوزعهم. يعني هذا راح ينحط هنا وهذا ينحط هنا وهذا علامه الباب ينحط هنا. ما يصير الكروت هذه تتكرر، لازم كل مره تسحبون الكرت ما يكون موجود في البورد. بعدين نسحب من الدك هذا نوزعهم في الزوايا مالت كل غرفه. كل لاعب بدوره يلعب تو فليكس يعني طق طقتين. في بدايه اللعبه راح تحط البينجوين مالك على النقطه الحمراء هذه الستارتنج بوينت، وبعدين تسوي فليك يعني لازم تطق البينجوين كذي، ما يصير تدزه لازم تطقه. اللي يحوش او يطوف الكروت اللي لونها كحلي يقدر ياخذهم حقه. انا الحين حشت كرتين راح اخذهم حقي وباقي لي بعد طقه. اذا انت مشيت على كرت داخل الباب تاخذه حقك، واذا انت وصلت غرفه فيها كرت كذلك متاح تقدر تاخذه حتى لو ما حشته. بس لازم تتاكد ان البنجوين مالك ما يكون معلق بالباب عشان تعرف انت هو وين موجود في اي غرفه. واذا انت كان عندك الثري ريكوايرد سبيلز حق الاكزام كارد، يعني انا جمعت العلامه الحمراء والخضراء وهذه، تقدر تاخذ الكرت هذا اذا حشته بدورك. ففي طقتي الثانيه انا حشت الكرت وحتى لو وقفت مكان بعيد بس اني حشت بدوري للحق اني اخذه راح يعطيني 9 نقاط في نهايه اللعبه. بس هذيل الريسورسز اللي عندي لازم تقطهم. بس ها بعض الكروت عليها ابيليتيز، فانت اذا ما تبي تتخلص منها عشان تاخذ كرت الامتحان الازرق تقدر تستعمل السبلز اللي موجوده هنا. مثال السبل هذه تخلي كل لاعب ثاني يتخلص من كرت بايده، واذا انت استعملتها راح تخليها فيس داون عندك بنهايه اللعبه قيمتها نقطه. واي بنجوين يكون معلق يم الطوفه او عند الباب لك الحق بدورك الجاي تقربه الى اقرب نقطه على الخط اللي موجود داخل الخريطه. وها اذا لاعب حاش لاعب ثاني راح يجبره انا ابي ابدل كروت معاك. واذا انت فنان بتبي تطمر البنجوين مالك تطقه من فوق شقح الباب، بس اذا طلع برا البورد لازم ترده في دورك الجاي على نفس النقطه اللي كانت موجوده ببدايه دورك. واي واحد ياخذ كروت بنهايه دوره عقب الطقه الثانيه يعبي الفراغات من السحبه. هذه اللعبه باختصار راح ينتهي الجيم لما تخلص الكروت هذه وما نقدر نسوي ريفل.